مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم جديد وبرنامجنا لنهار اليوم نتواصل معكم في العديد من الفقرات. بطبيعة الحال وصلنا إلى فقرة الماكلة البنينة والوصفات الفعالية. راح نشوفوا كيف كيف مع الشيف وسيلة ونقول لها غو بونجور. صباح النور يا درغو. أهلا 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 بكم مجددا، وأهلا كذلك بكل الناس اللي راهم التحقوا بنا الآن. إذا مشاهدينا اليوم راح نبدلوا شوية بالجوازات وبدا راح نديروا ديزيسكالوب على لا كريم، لكن بالأعشاب العطريه. راح نبدلو كيف فيها الفليو. لا حلا عبود، الاعشاب العطريه ما فيهاش الفليو عبود. واش فيها الاعشاب العطريه؟ عندك الحبق، لو بازيليك، عندك لوريغون اللي هو الزعتر البري، هادو هما الاعشاب العطريه. الفليو سي تراديسيونيل تاعنا. فوالا، باش تعرف كي نديرو بطاطا فليو نهضروا على الفليو. يعني راني متوحشها. هيا خلاص نديروها ان شاء الله، نقولوا للسيموح يجيب لنا الفليو. اذا مشاهدينا لازم نشوفوا قبل بيان سور كيما عودناكم المكونات، ومن بعد نروحوا نديروا طريقه التحضير. شوفوا هذه ما فيهاش كومبليكاسيون كبيره، لكن لازم نتبعوا الخطوات خطوه بخطوه. اول حاجه بيان سور كي نقولوا ديزيسكالوب لازم يكون عندنا اذا ديزيسكالوب تاع الدند ولا تاع الدجاج، حتى يعني دي ترونش تاع اللحم كيما تحبوا. فوالا، لكن حنا حنديروها هنايا بليزيسكالوب دو بولي كيما راكم تشوفوا. عندي هنا ثاني حبه بصل كبيره مقطعه اون لاميل، يعني شرائح بالطول كيما راكم تشوفوا هكذاك في الرقيق، لكن نتوما كذلك اذا حبيتوا تقطعوه صغير كيما تحبوا، لكن من الاحسن هكذا لانه انا راح نكراميليزيه. يعني باش نحس كي تكون شريحه طويله، اولا حيكون عندي اللون الاحمر هذاك اللي حيخرج لي، وفي نفس الوقت كذلك البنه تاع البصل هذيك راح نحسوا بها. عندي كذلك شويه تاع السنين تاع الثوم مقطعين في الرقيق، معدنوس لازم يكون حاضر كذلك في هذه الوصفه. عندنا هنايا الاعشاب العطريه تاعنا اللي عبود قال لكم فيها الفليو. الفليو ما كاش، ما تبعوش عبود الفليو، ماشي بالاعشاب العطريه. عندنا كذلك الفلفل الاسود وشويه تاع الكوري كذلك حنخدموا بهم. عندنا بيان سور الملح، وعندنا كاس كبير تاع كريمه السائله الطازجه السائله. عندنا بيان سور الليمون لانه لازم نعصروا عصر الليمون، والماده الدسمه تاعنا اللي هي الزيت. اذا نروحوا مباشره، اول حاجه واش نديروا؟ رانا رايحين نسخنوا اذا الاخر المقله تاعنا باش نكراميليزيو البصل ديالنا. فوالا نديرو هكذا، راح نسخنو شويه وهكذا باش نبداو نروحو كيما قلت لكم نكراميليزيو. اول حاجه نوجدو البصل تاعنا باش نقلوه مليح، لانه كي كراميليزيو باش تعرفوا ما لازمش ديروا له الماء، لانه الا درنا له الماء راح يولي شرطي بينا جواز. فمن الاحسن لما تكراميليزيو تاكدوا انه برك فقط الزيت تاعكم سخونه مليح، ونحطوا بعد ديك البصل ديالنا. كي تسخن مليح يعني نشوكيوه في الاول، ومن بعد نعاودوا نقصوا له حتى وين يطلق لي يعني البنه ديالو كامل، وفي نفس الوقت يطلق الماء تاعو يخرجوا غير بشويه، وفي نفس الوقت راكو تكتسبوا اللون الاحمر هذاك اللي رانا نحوسوا عليه. الوغ نجيب هنايا البصل تاعي راح نحطوه هكذايا، فوالا هكذا، ونزيدو نحطو معاه شويه سنينات تاع الثوم اللي قلنا يكونوا مقطعين في الرقيق شويه، لانه الثوم مليح بزاف في هذه الوصفه سورتو مع الاعشاب العطريه هكذا. ونحط كذلك التوابل تاعي نعاود نذكر فقط، اللي هي قلنا عندنا الكوري اللي هو الكاري باش كي تروح عند الاعشاب تعرفوا وتشرو، وكذلك الفلفل الاسود. ما كاش يعني توابل بزاف. اذا نديرو كذلك شويه تاع الملح، لانه علاش كي نديرو الملح راح نساعدو البصل باش يتحمر بسرعه، وكذلك يعني يطلق لي الماء ديالو هكذا. ما نكثروش بزاف، ومن بعد نعاودو ندوقو ونشوفو. كيما راكم تشوفو تبقى لي المعدنوس، وتبقى لي الاعشاب العطريه تاعي، والكريم فريش، وكذلك الليمون. هادوما دوك تشوفوهم معايا الزيت خلاص. اما بالنسبه ليزيسكالوب تاعنا نزيدو نشعلو المقله تاعنا ونحمروهم كيما تحمروا شتو تقولوا ليزيسكالوب عادي عادي في الدار. نسخن برك فوالا، نديرو كذلك شويه تاع الزيت باش نقلوهم كيما تقلوهم عادي، ما فيهاش يعني تكنيك ولا، نحمروهم نورمال هكذايا. ما ندير لهم فقط ني ملح ني والو، لانه كلشي حيتلعب في الصلصه. راح نخلي الزيت تاعي هكذايا تسخن شويه، وفي نفس الوقت رانا نحمرو في البصل ديالنا كيما راكم تشوفوا هكذا. دايو هذاك الكاري راح يعطيكم هذاك اللون الاصفر ديجا، وفي نفس الوقت مذاق وطعم رائع جدا جدا في البصل ديالنا كيما راكم تشوفوا هكذا. وفي نفس الوقت بيان سور راكو الحين سخنوا الزيت باش تقليو لي زيسكالوب تاعكم في الزيت. شوف عبود حط قليهم في الزيت من الاحسن،
وكاين اللي يحبوا يقولوهم في الزبده كذلك. يعني اللي يكونوا شويه بالك يقول لك انا ما نحبش الزيت، يحب يقدروا يديروا الزبده. انا هنايا بريفير نقليهم في الزيت، حنفهمهم علاش. لانه في الزيت راح تعطيني واحد الاحمرار رائع جدا. وحنا هذيك لاصوص ماناش رايحين نطلقوها، ماناش رايحين نرموها، انا رايحين نزيدوا نحطوها في البصل ديالنا. اوكي هكذا. لكن في الزبده اظن شاف يعني تمد هذاك الجو والطراوه. شوف عبود ولا غير طراوه حنفهمك، هي الزبده صح تمد طراوه، ولكن حتى الزيت لازم انت تعرف كيفاش تقلي، خاطر كاين الناس يبسوهم صح بزاف عبود، فبالتالي ولو يعني يابسين كي تاكلهم مذاق. حنا لازم نحوسوا بها فقط ديك الحموريه تاع لي زيسكالوب تاعنا. صح صح، ويقول لك كريسبي وبعدين يقول لك كريسبي. لا لا كريسبي لازم على بالك، لازم عنده طريقته، ماشي هذا هو، هذا ماشي كريسبي، هرتها ما كاش كريسبي هذه هي. عندك كذلك ما تنساش لا كريم فريش اللي كي نحطوها راح تعاود يعني طري لي الدجاج، ما فيه والو، يعني روحوا غير بالعقل، يعني ما لازمش تحرقوهم ولا، لانه نسخنوا الزيت ونقصوا لها، خلوهم يحمروا غير بالعقل، لانه لو كان تشوكيوهم الطبقه الاولانيه راح تشد فيها النار، راح يعني خلاص راح تيبس لكم فوالا، ومن بعد هذيك الداخل يقعد هكذاك طري، اذا نخلوه يطيب غير في عقله. اما بالنسبه للبصل تاعنا كذلك راني دايرته على نار يعني متوسطه باش يتحمر لي مليح. هذه هي قلت لكم. تقدروا كذلك بالنسبه للبصل باش نفهمكم كاين حاجه، كاين بعض البصلات بالك توافقوني الراي تكون بيضه صح، تشرب البصل سيبوها بيضه، وكاين بعض البصلات سيبيها حمراء. دابا كي تقطعي الحمراء واش دير؟ لا الدمعه يسير تولي تحرقك في عينيك، وعندها مذاق يروح بالمروره. مر اكزاكتومون، مر كي ديفو بالك نطيبوا اطباق، لكن بعد ذلك لما البصله تكون حمراء صدقيني قد ما تكون حمراء بزاف وفيولي، ريحه في الفيولي، عندها مذاق مر، تكون قاطعه يعني اكزاكتومون مذاق تاعها مر، فانا نفضل انه ما نستعملوهاش في الطبخه من الاحسن. وي لا يعني ربما هو خطا شائع هكا شريتها هكذاك. لا قلت لك يعني شاف يعني خطا شائع، لانه بزاف يقول لك الحمراء مليحه. لا 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 لا، شوف كاين الحمراء مليحه كي نديروا الفيولي قاطعه في حتى الريحه تاعها تشوف بليك مزعجه، يعني نوعا ما. شوف الحمراء مليحه كي نديروا الوصفات تاع مثلا الوصفه اللي عطيتيها انا تاع الشعر. فوالا مليحه مليحه تعطي فايده اكثر. مليحه في هذه الوصفات، مليحه كدواء بكي، حتى رانا في وقت تاع الربو وتاع الحساسيه. صدقوني البصل رائع جدا، يعني مهدئ طبيعي للحساسيه، يعني حتى اللي عندكم ولادهم عندهم الحساسيه يعني وعياو من لافولتولين وعياو من المشاكل هذوما ملي كورتيكويديتو، تحكمي حبه بصله، يعني هدرنا نعطيها لكم بصله نقطعوها على زيت تكون حمراء على زوج، نديروها في ان بول ولا يكون غامق لانه راح تطلق لنا الماء، ونرشوها بالسكر العادي، سكر كريستاليزي نورمال، نغلقوها بتبسي واحد اخر وخليها 24 ساعه. الصباح راح كي تنوضي راح تصيبيها شغل ان سيغو، هذاك التمازج تاع البصله والسكر يطلق لنا هذاك لو سيغو، هذاك نشربوه على الريق اول حاجه قبل ما نستقهوه، ونشربوه على الريق ورجعوا لي الخبر. يعني من الوصفات الجدات راح تحسوا حتى واش يدير الماء تاع البصل والسكر، راح يفتح لنا لي برونش يعني تاع، لانه واش يصرى في الحساسيه، يعني القصيبات الهوائيه تاعنا راح تكومبريسا. اكيد القصيبات الهوائيه، قصيبات القصيبات هذوك كما قلت لكم راح يعني يضيقوا، فبالتالي البصل طبيعيا راه رايح يفتح هذوك القصبات الهوائيه، فبالتالي جربوها لولادكم حتى الا انتم كبار. انا جربتها شخصيا اعوذ بالله من كلمه انا، صدقوني ما زادش دارت بي يعني الحمد لله، لانه كانت عندي اون الرجي حتى وين الحق ندير لا بومبيتو، لكن الحمد لله بالوصفات الطبيعيه هذوما لقيت عليها، يعني نقسمها معاكم. اكيد هذه هي. وشاف كذلك رحنا في وقت الالرجي وي، رانا خلاص وقت الامراض، شوف بالك الريح كذلك صدرو راه يتزير عليه، يطلع الغبار زهره، فبالتالي تولي ما تقدريش مساكن اللي عندهم الالرجي معاهم، خاصه اللي عندهم لازم لازم، باسكو الالرجي منين لازم منين يجي راح يجيكم من الحساسيه. صحيح. لان كي تكون الحساسيه تاعكم مال تخيتي ما عالجتوهاش مليح في الصغر، راح كي تكبروا تولي لكم كيما نقولوا ربو، فوالا ربو. اذا هنايا هكذايا رانا نحمروا في البصل ديالنا، دوكا واش نديروا؟ رانا رايحين نقليو لي زيسكالوب تاوعنا هكذايا غير بالعقل. بسم الله، او فوالا كنقصوا لها هكذا، ما احلى هذا الصوت فرقعه فوالا. ما تغطوهمش، كاين حاجه كاين بزاف الناس اللي كي يقولوا لي زيسكالوب ولا اللحم ولا اي حاجه من اللحوم يغطوا، ما تغطيوش، خاطر كي تغطيو واش يصرى؟ هذاك الماء اللي يكون هنايا البخار هذاك يطلع هنايا يولي يعني ما يخليش الاسكالوب تاعكم ولا اي حاجه تحمر، تكتسب اللون الذهبي، باسكو علاش؟ تولي شغل طيب في الماء، في الماء والزيت، فبالتالي كي تقلو توجو خليوها اليغ، ما تغطيوش سكالوب ولا اي حاجه. في نفس الوقت انا راكم تشوفوا راني نحمر في اللون كراميليزي، راكم تشوفوا بدا يطيح
بدا يحمر البصل ديالي، حتى الريحه البصل، الريحه بيان سور البصل ريحته رائعه جدا. هكذا كما راكم تشوفوا رانا نحمروا في البصل ديالنا، وفي نفس الوقت رانا نقليه في ليزيسكالوب تاعنا هكذايا. وكذلك ما تقعدوش قلب ورجع، خليها تحمر، دير الوجه التحتاني ونقلبوها، لانه يا ربي ما تاخذناش حتى 5 مينوت، خاطر هذا دجاج ماشي يعني حتى الحمر دو بالكم. فوالا باش ناكلوا صح يعني نستفادوا من الجو ديالو من كلش. كيف كيف هنا راني هكذا شوفوا هنا واش ندير، راح نزيد ندير مباشره شويه تاع المعدنوس باش يطلق لي البنه تاعو، ونزيد نخليه شويه باش نشبح فيه من الفوق هكذايا هكذا. واش نقول لكم الريحه راهي، جربوها نتوما، اتصلوا بينا قولوا لنا، ابعثوا لنا حتى لي بيس الكوري يطلق ريحه بنينه في الماكله، ويمشي مع كل كيما نقولوا مع كل الخضار، مع كل اللحوم، مع لي بات، مع الروز، تحبي ديريه وحده وحده يطيب لنا بنينه سبحان الله. لكن كاينه حاجه زهره انا نقول لهم ردوا بالكم، كاين دوزي بيس مالحين، الكوري والكمون، صح ردوا بالكم، يعني كان ديري الملح زياده تحطي لي بيس راه يزيد يولي راكي تهرديها يولي كل شيء مالح، فبالتالي غير بالعقل. البصل تاعنا دوماج ما كاش كيفاش نلحقوا لكم الريحه، بصح انت كي تروحي لدارك في كوزينتك كي تولي تقلي فيه راح تشمي وش حنشمو حنا هنايا، شوفي كيفاش. وباش تعرفوا كذلك كي نديروا البصل نحاولوا نديروا على حساب الكميه اللي عندنا تاع اللحم، لانه علاش باسكو البصل دي فوا كي تقطعي حبه تبان لك كبيره، لكن بمجرد انه تبدا تدبلي فيها خلاص تولي يعني شويه برك. فبالتالي انا وحده نحب لونيون كاراميليزي، نحبه بزاف بزاف بزاف، فبالتالي على بها نقول لكم ديري كميه كبيره انت ثاني في دارك. هكذا شوفوا بدا يتحمر بيان هكذايا، هي ثاني مليحه لو كان نزيدوا معاه الفلفل الاخضر. كيفاش زهره؟ فلفل اخضر، فلفل اخضر. شوفي دوكا تحبي ديري حتى طوماطيش فوالا، مي حنايا هنا نسحقوه في هذا الفوسفا بالذات، نسحقوه باش فهمتيني كيما نقولوا. مليح من يكون مكراميليزي هكذا، هذيك البنه يطلق بنه بنينه بنينه بزاف. كذلك نزيد نقول لكم حاجه، في هذا الوصفه بالذات تقدروا حتى تستعملوا الصويا صوص. كيد كراميليزا واش نقول لكم، ولا دبس التمر ولا دبس الرمان. دبس الرمان رائع 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 بزبل بزاف. دبس الرمان مليح مثل هذا الوصفه تاعك. بنين بزاف، انا نحبو في السلطات جينيرال. بزاف تحبيه وديري به السلطات. واش مثلا واش وشنو هو اللي في السلطات؟ صويا ولا دبس الرمان؟ مليح بزاف، فيه قروصيه هو هذاك ماشي حلو باش يعرفوا، خاطر كاين بزاف اللي ما عندهم معلومات خاطئه. الرمانيه هذيك بنينه في السلطات، هما عند بالهم دبس الرمان كلمه الرمان يعني حلو، حلو يعني راح يدو مباشره لي الحب الفاكهه تاع الرمان يقول لك حلو. هو ماشي حلو علاش؟ لان عباك كي نعصروا الرمان هذاك ناخذوا لوجو تاعو هو اللي يبقى مده طويله عباك ساعات وساعات باش نتحصلوا عليه، فبالتالي قد ما يطول فوق النار يزيد يطلع نسبه الحموضه الحلاوه راح تختفي سبحان الله، يعني الحموضه هذيك راح تطلع. لكن تقدروا تستعملوه كما قلت لك هنايا كانفيلي. واش نقول لكم؟ يجي بزاف رائع جدا فرانشمون، يعني البصل تاعي راهو صح. لكن لو كان نديرو دبس الرمان ما نديروش لا كريم لا لا ولا نورمال عادي عادي عادي. دبس الرمان مجرد منكه، نكهه منكه فوالا منكه. لكن انا هنا فقط تقدري تقولي لي هذا السؤال مليح لو كان قلتي لي نحو القارص، لانه في زوج حامضين، فبدي الا استعملنا دبس الرمان نحو الليمون نستغنيو عليه. مثلا اذا لا موطارد، الموطارد شوف تقدر في هذه الوصفه دير لا موطارد ودير ليمون ولا دبس الرمان، ما تاثرش بيان سور باسكو الخردل ماشي كيما القروصيه تاعهم، راهوش كيما تعطيك الحروره دور بالحروره فهمتني عبود، هذه هي دور بالحروره. فبالتالي هنايا تقدروا تستعملوا كيما قالت لكم دبس الرمان، ولا يعني انا كي درت الليمون ما درتش هاد لي تخوا صوص، لكن تقدروا تستعملوا كذلك الليمون. احنا الان قلت لكم الحاجه اللي ممكن يعني تكون متوفره عندكم في الدار فهمتوني. هذه هي هنا راح نقصوا له البصل تاعنا، راح نخليه غير بالعقل هكذا، وفي نفس الوقت انا نخليه في ليزيسكالوب تاعنا هكذا. ها ما نحمرهمش قلت لكم بزاف حتى وين يبسوا لنا، نعطوهم هذيك لا كولور روزا تخبرك فلو روز. هذا ما كان هكا نزيد كاينه بلاصه هنايا نزيدو نديرو حبه فوالا، الله يبارك راهو خير كبير هكذا. واش من السلطات اللي موفا تستعمليهم زهره في الدار وديري لهم دبس الرمان؟ واش موفا تطيبي سلاطه خص نورمال؟ سلاطه نورمال يعني نورمال نديرها مع بسباس بسباس وبسباس ديري كرو يعني خضر ولا لا؟ خضر كلشي خضر، فهم فلفل نجيب فلفل احمر اي ولا غير جبني العبود حابه دير لي كولير فلفل احمر اصفر مايس تفوريه ولا واش ديري؟ لا خضر هكذا خضر هكذا خضر في خضر. ايه فهم الفلفل نقطعو ديكارون هكذا فريمون صغار
نحطه في صالات. شو هي تشبال التبولة؟ ثاني المشتي جو سيبا انا كيفاش تعيطوا له. وشنو؟ هذاك المشتي كيفاش عيطوا له هنا عبود؟ المشتي ما نعرف كيفاش يقولوا. شاف هذاك اللي يجي صغير ويجي غوز. اللي غادي. نصف الصغيرة. اللي فيها مكتوب. عندنا المشتي. المشتي عندكم قولوا المشتي باش اليوم انا تعلمنا معلومة من عند زهرة. المشتي في الغرب. يجي بزاف بنين في الصالات. بزاف بنين. على بالك هذا الثاني كي ينقلوها هكدايا. تقليها في التوم والزبده تاكليها وحدها ثاني بيان سور انا ما جابوها لناش برك اليوم دومونديتها لكن ما جابوهاش ما صابوهاش هي ولا طوماط سوريس تخلطيهم تجي بزاف بنينه من شحال هذيك صالات ديكوري بهم يجوا طبق هكا تشوف بعينك برك تشبع لا بزاف بنين صح اللي غادي شوفي بزاف بنين صافي تحبي تاكليهم صافا يعني راكي مليح راكي تبعي يا زهره قالت لك ايه هكذا شوفوا من فضلكم زومي ولنا برك هنايا باش نشوفوا بالليك ماشي نعطوها حمر حتى وين طيبس هكذا فقط فوالا باش تبقى لي طريه نسدفوهم هكذا مباشره هكذا قلنا ما درتلهمش الملحه خلينا نصوص تاعنا اكزاكتومون هكذا ها نزيدو نحطوا الحبه الاخرانيه تاع السكالوب تاعنا فوالا هكذايا نحطو نديباراسيو حتى لي صالاد فيهم بزاف الانواع لي صالاد بيان سور بيان سور كاين دوكا حنا دخلتنا الثقافه تاع السلطه المشرقيه المشارقه ولاو ستقيمين تهافو يعني ماشي غير التبوله شوف والله غير يعني كامل وشامي حتى المخللات المخلل حنا عندنا يعني ثاني لكن المخللات راهي طوندونس احنا كان عندنا فقط يعني حاجه صغيره كورنيش وعدس دوكا ولا كلشي يتخلل عندنا حتى البيطراف يعني لا احنا ثاني عندنا لا فاريونت عبود لا فاريونت اللي فيها شوفلور فوالا الزروديه الخيار لكن كانت بالك الناس تقيني يعني ما يتهافتوش عليها في ماشي كاع الناس تحب تاكل حاجه مخلله لكن يعني كي لما جاوا يعني سواره ورامي انفيستيو في الكوتي كوليناري الناس ولات تحب هذه المخللات حتى لي صوص الناس ولات مثلا عبود بالك تروح تشوف مطعم الناس ما ديمونديش مايونيز ديموندي التوميه صح ياك هكذايا كي تروحوا تاكلوا تصيبوا صوص الجيريان صوص الجيريان تاعنا عبود شبيك لا بصح دوكا راهم يديموندوها بكري ما كانوش يعني شكون يعني اللي كان يعرف لا راهم يجتهدوا يعني صح راهم يديروا سي فغي وراه يديرها حالها لا صوص الجيريان عبود صح مليحه هذه هي دوكا يعني ولاو ما شاء الله يعني كاين صح المخللات على بالك وسيله والله المخللات يحبوهم الناس في رمضان يحبوهم بز انا وحده نحبهم انا في سير اليوم الحار مرقد عبود كذلك الحار مرقد يعني بزاف مليح شاف فكرتيني حبيت نقول لك حاجه رساله حبيت نوصل صبر يا برك ندير لك خيم فخاش يلا في البصل ديالنا باسكو تحمر مليح حاجه مرقده نحكي لك اصبر شو ما رقدتي يا درا على حاجه مرقده هذه احكي احكي هاي راني معاك روحي شوفي ماما عيطت لي هذه تخواجو هي تعيط لي انسيستي عليا ايه تعقلينها اللي درنا الحلقه تاع الليم ومن بعد قلتي لنا نعطيكم وصفات باش تخبيو الليم ايه باش تخبيو الليم طونك راه البخي تاعو راه هابط صح وكذلك نديرو معجون ايه اللي معجون ايه صح حبيت وي شحال بنين حبيت تعطيها الوصفه تاع اللي معجون شوفي نديروه له خاطر هو فيه شويه خدمه لانه تعرفي القارص مر ماشي كيما تشينا ولا يعني سفرجل ولا اللي في خوي الاخرين شوفي اول حاجه راح تحكم الليمون ديالها لكن خير الليمون يكون كبير الحبه اللي تكون كبيره لابو تحشينا تجي ماشي كيما هكذايا اسمعي سيداتي اذا يعني نعصر في القارص مشاهدينا كذلك على البصل كراميليزي تاعنا حطيت فقط لاكريم فخاش وعصرت عصره تاع الليمون عفوا لانه الليمون هذا العام ربي يبارك هو والبرتقال يعني شباب شباب بزاف صح ما شاء الله خيرات بلادنا راهو يشبه لوكازيون ولا غير حتى انا شريت ريسامون يشبه البومبلوموس تقولي حبه البومبلوموس كبيره ما شاء الله خطر يعني شفتك يعني حتى لما جابوا لك هنايا المكونات شفتوا انا قلت هذا بومبلوموس هذا ماشي وغير راح دير لنا اليوم كونفيتير فبالتالي زهره نعاود نوليو فقط انه لازم تاخذ الحبه اللي تكون كبيره صح هذاك تنحي لها الزاز تاعها سكرفجها يعني ما نرمو والو الزاز راح تخبيه تستعملوه في الحلويات في الطبخ وين حبت لكن بعد هذيك واش دير هذيك الحبه تحكم كيغ دون ونتقبوها ونديروها في الماء كل زوج سوايع نبدلوا لها حتى تخرج المروريه تاعها كامل لازم يعني مده 24 ساعه وهي تبدل وتبدل كل زوج سوايع تبدل ومن بعد تخليها ليله كامله غدو من داك تبدل وتعاود تخليها في الماء لكن تقبوها فقط بالكيغ دون باش تخرج هذيك المروريه تاعها تخرج في الماء من بعد هذيك تحطهم يقطروا مليح
من بعد هذيك تحكم الحبه تقطعها اون كارتي ماشي مدوره ولا يعني بالبراج كيما نقولوا شتي مبراج وتفورهم فوالا كي تفورهم اكيد شويه في خدمه لكن شوف المذاق ولا اروع يعني عرفت واش تخير ويجي كيما الكريستال شفت اللون تاع الكريستال يخرج هكذاك بالسيغو تاعو بيض ما شاء الله من بعد هذيك كي تكون يفور ترمي له رشه فقط تاع السكر العادي اللي نشربوا به قهوه تخليه لما يفور يدخل له طياب في نفس الوقت راهي تحضر هي في السيغو ديالها دير ما مثلا على حسب الكميه انا نعطيها مثلا زوج كيسان تاع السكر بكاس تاع الماء ودير فيه طخونشه تاع القارص وطخونش تاع القارص ودير فيه نجمه الارض تخليه يغلي شويه غير يغلي واش يبدا يغلي راح يطلق كيما نقولوا شويه رغاوي راح نحوهم باش يعني ما يفسدناش المعجون ديالنا مباشره هو يغلي تعاود طفي عليه باش يهدى ونحطوا فيه هذوك البراج تاع الليمون تاعنا واش يدير كذلك راح الليمون يطلق واحد الرغاوي ثاني هذوك لازم كاع نصفوهم بالملعقه تاع خشب لانه لو كان خلوهم راح يقراص لك المعجون ويشدلكش مده اطول بهذه الطريقه تنحيهم ومن بعد يعني يغلي ربي 10 دقائق يعاود كيما نقولوا يتعسل تغلق وتخليه حتى يبرد لما يبرد ديرو في بوكال تاع الزجاج يقعد لك عام عام رائع شوف بنين حتى نديروه لكم وتذوقوه بزاف بنين 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 ما تحش بالقروصيه باش تعرف ما تحش لما قلتي اصلا يعني قلت يعني الليمون لا 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 يعني لا معجون ف يجي بنين ويمسح القلب وصدقني على حبيتو بالك ديروه في رمضان لانه في رمضان مليح للضيوف صح وسورتو واحد يكون كلا هاكي تعرفي يعني حاجه مسبكه ولا راح يمسح القلب كيما نقولوا هذه هي اوه شوفوا لي زيسكالوب تاعنا راهم حمار وهذا العام اللي ما استفادش من الليمون ما درنا والو كاين الكثير هذا هذا العام رائع وكيما قلت لك شوفي علاش الصحراء وغالي لانه دوك الحق رمضان يولوا يخدموا به لي سوربي يخدموا به قلب اللوز يخدموا به شربات. يعني الشربات فبالتالي يطلع الصومه ديالو فبالتالي لازم كيما نقولوا يلاه نبروفيتيو هذه هي المراه الجزائريه كل حاجه ديرها حسابها اذا هكذا كيما راكم تشوفوا راح نطفيو صايين نحبسوا علينا هذا الحس راح ناخذ غير شويه من هذا المرق تاعها نحطه هنا في الصوص هكذا شويه برك هكذايا نخلطوا كل شيء مع بعضه من بعد نجيب هنايا لو بلا تاعي اوكي وراح نحط هكذا من فوق لاصوص تاعنا اللي درناها بالبصل قلنا اه وي هكذا شوفي مليح تحطيه في الكاسرونه مع لا لا لا, لا نحطوه من فوق زهره هكذا ها فوالا هكا سيداتي زيدي ديري شويه روز وحقلي لي فخيت الوليدات كونتيا حتى ليغوم صوتي وعلاش لا لا هكذا ها ونزينوهم بالاعشاب العطريه باش تعرفوا بالك حتقولوا علاش ما دارتش الاعشاب العطريه لداخل علاش لانه هذه ما راهيش كما نقولوا صوص تاع لي بات ولا راح نحطهم من الفوق باش كي ياكل واحد راح يتبدل له لوغو ويشوف انه يعني استعملنا صح اعشاب عطريه باش ما نحرقولهاش المذاق ديالها شوفي شوفي ونحطوا غير هكذا ها من الفوق هكذا نحطوا هذه هنا نستناو منها كما تشوفوا نمسحوا هنا فقط هكذا نديروا لها الاعشاب العطريه وثاني نضيفوا لها شويه تاع المعدنوس الى عندكم طوماط سوريس كذلك تقدروا تحطوا لها من الفوق والطبق تاعنا هكذا راهو شوف انا لازم ندوق ها باسكو تشهيت يا اختي مرحبا بك الدار دار حالي حالي ياك نجي بها وقدام الزهره تحبي تذوقي عفوا نجيب لك لما كان مرحبا روح روح شكرا لك بالصحه عليك زهره يلا فوالا ما قدرتش نقاوم زيد ارواحي استنى نشوفوا برك معليش بالصحه عليك زهره عفوا انت كي كملوا التصوير تاكل باين راهو الله يبارك اليوم يعني كيما نقولوا شاف فقط فرشيطه وال ارواحي تشوفي نعطيك فرشيطه ونعطيك نمسحو خدمي هنا باش نقص مقريطه نعطيك خدمي يا الخدمي يا الخدمي والله ما على بالي وين دارت الخدمي ناديه يا هيا معلش نعطيك منها انت يا الخدمي كاين 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 حنا عندنا كلش في كوزينتنا يعطيك الخير ان شاء الله فوالا والله غير فكره بزاف مليحه حنا مولفنا نقليهم هكذا و... لا مليحه ممكن تحطيها حتى يجوك الضياف تقدميها لهم هكا يقول لك ها دارت لنا واش من صوص وتخلعيهم شويه لازم صح لاصوص يتشبه الاخر ديالك يا زهره راكي اصغتي مع فيغ وليف راكي كيما يا زهره راكي تتعاركي مع السكالوب قطعيه بالخف وكولي او سخون قالت لي يشبه للاخر تاعك سبوساني نضحك ما قدرتش ما قدرتش تقطع انا نقول لكم ما قدرتش ما رايتش بسم الله يعطيك الصحه شاف شتي حاجه من ايادي والله غير يعني مذاق اخر بزاف بنينه ونبدلو هكذا اكزاكتومون هذا كي يجي عندك الضياف ولا تزيدي عليها شويه واش انا نقول تخلعيهم شويه يقولوا لي زهره واش درت لنا اليوم يا درا واش من الغسل